انا عمنا مفتوح رئيس اتحاد جامعه القاهره. ولد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عام 1951 بحي الملك الصالح بمصر القديمه لاب وام وفدا الى القاهره من كفر الزيات. كان ترتيب عبد المنعم الابن الثالث بين 6 إخوة، وقضى فترة طفولته بين القاهرة وقرية قصر بغداد بكفر الزيات. نبغ في دراسته والتحق بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، شغل منصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، ثم تم انتخابه رئيسا لاتحاد الطلاب بجامعة القاهرة. كان طالبا متفوقا طوال سنوات دراسته حتى تخرج عام 76 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. أنا عمنا مفتوح رئيس اتحاد جامعة القاهرة، بس كان سيادتك اتهمت الإخوة اللي طلعوا في المسيرة والطلبة اللي طلعوا في المسيرة إنهم شرذمة، بس كان دول شرذمة وكانوا في منتهى الوقاحة، فسيادتك تتحمل هذه المسؤولية كاملة وأنت وحدك ستسأل عن ذلك أمام الله. شوف يا ابني، الدولة من سنة 71 أنا أعلنتها دولة العلم والإيمان. شوف يعني، ما يعني عشان نكون عمليين يا فندم، يعني عشان يكون كلامي واقعي، بضرب سيادتك مثل الوقت اللي حضرتك واحنا بنثق في الكلام اللي حضرتك بتقول دولة علم وإيمان، نلاقي الشيخ الغزالي بيتشال بجامع عمرو بقرار مش عارفين من ايه، والطريقة دي كل علماء مصر المخلصين، ما بيبقاش في مصر الا العلماء اللي بينافقوا السلطه وبينافقوا سيادتك وبينافقوا بقيه الحكام. عيب الشيخ الغزالي يا فندم، دي مش صراحه، هالحقك معاك ده مش شغلك، ما تجيش قدامي تقول لي اللي بينافقوا. مستاهل على ذلك ايه يا فندم؟ بينافقوني؟ وقف مكانك يا فندم، هالحقك معاك، وقف مكانك. انا واقف يا فندم مكانك. انه الطبيب الثائر الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، واجه الرئيس الراحل انور السادات بكلمه الحق، وحرمته هذه المواجهه من التعيين معيدا بقرار سياسي، ولم يثنه القرار عن مواصلة مشواره العلمي، فحصل على ماجستير إدارة المستشفيات من كلية التجارة بجامعة حلوان. لم ينس أبو الفتوح يوما هموم الشعب المصري، فقضى 40 عاما في العمل السياسي والعام، عضوا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين حتى عام 2009. ذاق مرارة المحاكمات العسكرية الظالمة عندما اعتقل عام 95 وتم حبسه 5 سنوات لنضاله ضد فساد نظام مبارك. لم تذهب سنوات الاعتقال سدى، فقد حصل خلالها على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، استقل عن العمل مع جماعة الإخوان المسلمين من مارس 2011. في عام 2004 انتخب دكتور عبد المنعم أبو الفتوح ليشغل منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، فهو من طالب بتغيير لائحة الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب لينتخب الأمين العام لمدتين على الأكثر وليس مدى الحياة، وهو رئيس لجنة الإغاثة والطوارئ منذ إنشائها وحتى الآن، وأمين عام نقابة أطباء مصر سابقا. هو المرشح الرئاسي الأكثر اقترابا من الناس، فقدم المساعدات الإنسانية للمتضررين من زلزال مصر عام 1992 ولضحايا كارثة الضويقة عام 2008. قام بإرسال القوافل الطبية والإنسانية لضحايا السيول في أسوان وسيناء، كما ساهم كطبيب ميداني خلال ثورة 25 يناير وأثناء أحداث شارع محمد محمود يداوي الجرحى والمصابين. وأثناء انشغال دكتور عبد المنعم بهموم المصريين لم ينسى أشقائه العرب والمسلمين، فوفر مساعدات لضحايا الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، وقدم مساعدات لضحايا الثورة في ليبيا وسوريا ومجاعة الصومال. في شهر مايو من العام 2011 أعلن دكتور عبد المنعم أبو الفتوح ترشحه لرئاسة مصر مستقلا وبعيدا عن أي حزب أو تيار سياسي، إيمانا منه بتمثيل كل المصريين بفئاتهم المختلفة. كان هدفنا ايضا نعمل، يبقى لنا دور في مساله احداث توافق مجتمعي بين القوى السياسيه. دكتور عبد المنعم ابو الفتوح صاحب تاريخ سياسي ونضالي طويل جعله الاكثر اقترابا من هموم المواطن المصري والاقدر على حل مشكلاته. تراه جميع القوى السياسيه المختلفه بانه رجل ذو مرجعيه اسلاميه يقبل الاخر، يدعو الى التسامح والمواطنه والتصالح مع الذات، يسعى لخدمة الوطن، يبدل إرادة الشعبية عن الإرادة السياسية، يحارب انتهاكات حقوق الإنسان، ويؤمن بمبدأ الحريات المكفولة للجميع على حد سواء،
يأتي المواطن المصري على رأس أولويات دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ويرى أن مصر القوية هي التي يعيش فيها المصري كريما، يتمتع بخدمات صحية وتعليم راق يؤهله للعمل والعيش في حياة كريمة. وينادي دكتور أبو الفتوح باستقلال القرار الوطني، ويرفض أي تبعية للدول الأجنبية أو أي تدخل في شؤون الدولة. أزمة مصر هو غياب الحريات، أزمة مصر هو محاولة إضعاف استقلال القضاء المصري والعدالة، أزمة مصر هو غياب التنمية بكل مفهوم التنمية الدائمة والمستدامة والشاملة سواء على المستوى الاقتصادي أو التعليم، أزمة مصر هي غياب مراكز البحث العلمي، أزمة مصر هي غياب تقدير أبنائها من الكفاءات التي فرط واستولى على ثروتها العقلية الذين لا يحبون مصر. هي دي أزمة مصر حقيقية.